أهلا ومرحبا بالجميع. اليوم الأحد 12 مايو سنة 24. عفوا، الأسبوع الماضي حاولت أرفع الفيديو ولكن ما تمكنتش، كان في مشكلة، ولكن هنكمل الأسبوع ده عن سلوكيات نبي الإسلام. عادة الإنسان في طريقة حديثه أو أسلوب كلامي أو كلامك أو كلام أي شخص، بيقول أخلاقك شكلها إيه؟ أنت أسلوبك في الحياة إيه؟ هل أنت إنسان مهذب أو إنسان غير مهذب؟ دي أنا مش بقولها يعني للإدانة. محمد مؤسس الفكر الإسلامي بالبلدي عندنا في مصر بتقول اتلطم. اتلطم يعني ايه؟ أمه ما كانتش عايزاه لما كان طفل صغير، أبوه مات، أو ما يدعون إنه أبوه مات قبل ما يتولد، أمه ما كانتش فاضية، كانت بتشتغل لأن ما كانش في عندها دخل أيا كان الشغل اللي هي بتشتغله، فأدته لواحدة تهتم بيه، مرضعة تهتم بيه لمدة سنتين. المرضعة بعد سنتين جابته لأمه ترجعه، قالت لا لا خليه معاك، أخدته سنتين تانيين. فهنا طفل صغير نشأ بدون أب أو أم علشان يوجهوه، يعني واحدة ست مرضعة بتهتم بيه، اللي هي زي بنقول عليه هنا دلوقتي في الوقت ده زي بيبي سيتر، يعني محتاجة الفلوس، فمش مع واحدة بترضع طفل عشان تكسب قوتها اليومي، يعني مش بتعمل آلاف أو ملايين أو مبلغ كبير من الأموال. فأكيد يعني ثقافتها هي كمان مش قد كده يعني، فلو علمته حاجة مش هتكون يعني شيء ذو قيمة. ده كله استخلاص يعني، ما طبعا ما فيش كتاب بيقول لك ان هي كانت ست متخرجة مثلا من السوربون او من اوكسفورد، واكيد فهي اكيد واحدة من عامة الشعب ان لم تكن اقل من العامة. بعد كده اخذوا جده، وبعدين جده مات، أخدوا عمه، يعني كان بعد كده اشتغل راعي غنم وما اتعلمش، يعني ما حدش وجهه في الحياة، ولذلك بطبيعة الحال واحد نشأ بهذا الشكل وبهذه الصورة أكيد أخلاقياته أخذها من العامة اللي هي حواليه، الناس اللي من نفس الكادر، ونشأ على كده، نشأ على كده، وده بيبان في طريقة حديثه وحديث ما يسمى بالصحابة. نبدأ بمثلا واحد زي أبو بكر في عفوا حديث صلح الحديبية، هحط لكم في صندوق الوصف، وحديث طويل ولكن لا بأس، أخذوا الحديث وقروه كله لو تحبوا. إنه في سرد الحديث كان يعني في الحديث بيقولوا لمحمد إنه الناس دي لو وقعت في مشكلة كل العصابة اللي حواليك دي هتنفض من حولك وهتقف لوحدك وهتبقى هتروح فين؟ فأبو بكر الصديق دافع عن محمد مؤسس الإسلام وقال لهم تعتقد إن إحنا هننفض عنه؟ أمصص ببزع اللات. فدي يعني عبارة عفوا يعني تقيلة، يعني بيقول له روح مص العضو التناسلي
بتاع الإلهة اللات. اللات دي كانت إله مؤنث. اللات كان في بعض الأصنام الشهيرة في شبه الجزيرة العربية قبل مجيء الفكر الإسلامي، أهمهم اللات والعزى وهبل ومنات. المهم فقال له روح وأمصص ببزر اللات، يعني أنت ممكن لو ليك صديق حميم أخوك زي أخوك يعني أو أختك بتدافع عنه ما فيش شك، ولكن أسلوبك في الدفاع يكون مهذب. كان ممكن يقول لا يمكن إن إحنا نتخلى عن محمد لأنه أهم شخص عندنا ونموت في سبيله. في حالة زي دي تقدر تقول إن الخلق هنا مرتقي. ناس بتؤمن بشخص معين وبرسالته وعندهم استعداد يموتوا في سبيل هذه الرسالة، ده أحترم الناس دي. إنما طريقة الحديث هي تهديد في واقع الأمر، والتهديد بأسلوب غير مهذب، امصص ببزر اللات. واحد يقول لي طيب ما هو ده أبو بكر. أيوة، ما هو أبو بكر ده أهم العمود الأكبر اللي تبع محمد من البداية، وهو ده أسلوبه، وممكن يكون هو شيء شخص مش مهذب. طيب لو أنا اللي بيدافع عني يقول حاجة زي كده وأنا أحس إن هي شيء خطأ أو غلط، أستوقفه أقول له لا عيب عيب، ده ناس محترمين، ده دول زعماء قريش ناس محترمين، فعيب إنك تكلمهم بالشكل ده أو تقول لهم كلام زي كده. لكن مؤسس الفكر الإسلامي متفق، فنفس العقلية نفس الفايبريشن. نروح بقى لمحمد ذات مؤسس الفكر الإسلامي. عن عائشة هحط لكم الحديث ده كمان في الديسكريبشن بوكس في صندوق الوصف، إنه دخل عليه رجلان، ده حديث عن عائشة، فحدثه بشيء فأغضباه فسبهما ولعنهما. يلا السب واللعن، ما قالتش بقى انما سب ولعن. نبي الله الذي هو على خلق عظيم كما يقول القرآن إنك لعلى خلق عظيم، سبهم ولعنهم. فعائشة بتسأله يعني إيه اللي أغضبك كده وخلاك تنفجر كده؟ قال لها أنت ما تعرفيش إني عاهدت الله على من أسبه أو ألعنه تكون له هذه الزكاة في الجنة؟ هيدخل الجنة بقى وربنا يديله إيه؟ مثلا 72 حرية إضافية كده بقى. ليه؟ لأن الرسول سبه. حلوة دي في حقه. حاجة كمان، ده حديث تاني، من تعزى بعزاء الجاهلية فعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. الكلام اللي بيستخدم هنا يعني لو مثلا في ولد صغير بيقرأ الحديث ده مش هيفهمه، اللغة دي ما بتستخدمش الآن. المهم يعني ايه الحديث ده؟ من تعزى بعزاء الجاهلية. العرب زمان في منطقة شبه الجزيرة العربية كانوا يعني بيتباهوا بأحسابهم وأنسابهم، خاصة بالأنساب، يقول لك أنا من أسرة فلان وجايين من فلان لفلان لفلان، الجد الأكبر مثلا الجد العاشر يعد لك من جد العاشر إلى التاسع إلى الثامن حتى يقول لك أنا من هذا النسل، أنا من هذه الأسرة.
كما موضع فخر يعني. ده يقول لك أنا من بني هاشم، أنا من بني، والكل بيفخر بي يعني. ما فيش واحد عفوا يعني عايز يقول إن أنا منحدر من أسرة منحطة، فكله بيقول عن نسبه وبيفخر بنسبه. أهلا وسهلا. زي ما في ناس كتيرة يقول لك أنا أمريكي مثلا، بيفخر إنه أمريكي، أو أنا بريطاني أو ياباني، عندهم فخر ببلدهم. وفي ناس عندهم فخر كمان بنسبهم، لا بأس. فمؤسس الفكر الإسلامي قال لهم اللي يعمل كده، ها قولوا له يعني روح عض هن أبيك، هن أبيك ده ولا تكن، هن أبيك يعني قولوا له روح عض العضو الذكري بتاع أبوك، وما تقولهاش بالأسلوب المهذب يعني العضو الذكري أو كده، قولها بالأسلوب القذر المتعارف عليه في الشتيمة في الشارع مثلا. واحد بيحاول يهين واحد فبيقول له الكلمة البذيئة دي عن العضو الذكري للرجل. وما تستحوش يعني قولوها ولا تكنوا، ما تستحيش من انك بتقولها له بالشكل ده. فما هو الدفاع هنا عن هذا الشخص المدعي، المدعى محمد أو مؤسس الفكر الإسلامي؟ أنا أسيب لكم أنا ما بقولش هو كان راجل كويس أو شخص كويس أو شخص وحش، ولكن هل هذه ما سردناه عنه وعن تلاميذه أو أصحابه أو الشلة المحيطة بيه؟ أنا من وجهة نظري بسميهم عصابة. العصابة دي وطريقتها في الحديث مع بعض، هل دي ناس على خلق يعني سوي؟ مش نقول ناس، مش نقول مثلا مهذب أو من ناس متعلمة أو ذو خلق عظيم، أم ناس منحطة؟ بودي أوجه النظر دلوقتي للإنترنت، للإنترنت والبرامج الكتيرة المتاحة. وجدت يعني أنا عن نفسي أنا طلعت من الفكر الإسلامي ده وأنا عندي 15 سنة، قريت فيه بسيط فوجدته شيء منحط جدا فماليش دخل بيه، لكن ما كنتش بقاوم، ما كنتش بقاوم وما درستوش أكتر. قلت إنه ده شيء لا يستحق ضياع الوقت، تركته. بدأت أتكلم فيه مع بدأت أقرأ وأتعلم فيه مع انفتاح الإنترنت والسوشيال ميديا. في بداية الأمر كان في قلة قليلة كأمثالي ارتدوا أو تركوا الكلام ده من هم صغار، ويمكن مش متمرسين كتير وما نعرفش كتير صح، هو بس حسينا أو قرينا بسيط كده ولقيناه شيء غير ملهوش، ليس له قيمة أو خبل، وتركناه وانتهينا. لكن مؤخرا وجدت ناس في التيك توك، انا من مقاطعي التيك توك لانه الصين هي المؤسسه لهذا التطبيق، ولذلك انا مش عايز اي حاجه من الصين بسبب التصنت يعني هو مش معنى كده ان الدول الغربيه وامريكا ما بتتصنتش، بتتصنت، ولكن يمكن مش بنفس القذارة. المعلومات اللي بتتجمع في الصين عن كل شخص، حتى إنه في يوم من الأيام يبقوا عارفين كل أنت شخصيتك إيه وبتتكلم في إيه وتوجهاتك إيه، يقدروا لو عايزين يقبضوا عليك يجيبوك.
فأنا ما ليش دخل بالتيك توك ده، ما بستعملوش. ولكن هناك الكثير خاصة في الدول الأوروبية بيستعملوه، ولدهشتي إني أنا شفت ناس بعد ما بيعملوا البرنامج على التيك توك بينزلوه على اليوتيوب، وكتير بقى دلوقتي، كتيرين جدا بينزلوه على اليوتيوب لأنه ليه ماركت كتير كبير. فطاحلة الدين الإسلامي، مش ناس يعني زي أنا لما كنت شاب صغير أو تين إيجر يعني سن المراهقة، وسمعت على الكلام ده وسبته وقلت ماليش دخل بيه. لا، ده ناس كبار المشايخ. ده زي لما تقول مثلا إيه أكبر جماعة مسيحية هي الكاثوليكية، الكاثوليك. لو تقول الرجل الثاني بعد بابا الفاتيكان يترك الكاثوليكية ويحاربها ويتحدى البابا. هكذا هو الأمر مع رجال دين إسلامي كتير، يعني تركوا تصارعوا، يعني واحد منهم 26 سنة يدرس ويدرس الشريعة الإسلامية، 26 سنة من عمره قضاها في الدراسة، دراسة هذا الدين، وفي الآخر خالص وصل إلى أنه قال هذا هراء، كلام فاضي. وبيطلع على التيك توك بيعمل بث حي، والناس بتتصل به، واللي يقول له لا انت غلطان بيشرحها بطريقة أكاديمية، لأن رجل أكاديمي درس هذا الهراء لمدة 26 سنة وحاول إن هو يقنع نفسه بيه، لكن في النهاية خالص كان صريح مع نفسه، قال لا ده كلام فاضي. وده مش هو الوحيد، ده كتير كتير جدا ممن كانوا يمارسون هذا الفكر على انه فكر صحيح تركوه وبيتكلموا دلوقتي، وبيتكلموا بطريقة حية، واللي بيطلع يتكلم معاهم بقناعة عن هذا الدين وهذا الفكر انه فكر محترم جدا بيتركوا البث من عنده وهم حاسين انا كنت مخدوع، أنا ضحكوا عليا. الكلام بتاع العفة والطهارة ورسول الله وهو خير خلق الله ومش عارف إيه، وهو الخاتم الأمين والصديق والكلام الفاضي ده، يعني ناس علنا في التيك توك ده في البثوث دي بيكفر بمؤسس الفكر الإسلامي بكتاب القرآن بالأحاديث، وفي اللي طبعا بيكون مكسوف شوية فيقول له لا أصل أنا مش مؤمن بالأحاديث، القاذورات اللي في الأحاديث دي أنا مش مؤمن بيها. طيب والقاذورات اللي موجودة في القرآن؟ ولا مفيش قاذورات في القرآن؟ فالراجل ده أو الناس دي قضوا حياتهم بيحفظوا القرآن والأحاديث والشريعة والسنة، طلع له القاذورات اللي في القرآن على طول وهو. فمنهم اللي بيتردد شوية وفيهم اللي بيقول ده فعلا كلام فاضي، ده فعلا كلام فاضي، أنا مش هضيع وقتي ومجهودي على هذا الكلام. فمنهم كل واحد حر، منهم اللي هو بيترك الدين ويقول لك أنا لا ديني، أنا بس ربوبي، أو في اللي بتحول للربوبية أو الإلحاد أو المسيحية أو اليهودية أو البوذية، هو حر. لكن موضوع إنك أنت تؤمن أو تقتل أو تدفع الجزية عن يد وأنت صاغر ذليل، هذا الوقت عدى، مر عليه الدهر وأكل عليه الدهر وشرب، وانتهت هذه الحقبة في حياة البشر، وهذا الفكر دون شك
انت عارفين اللي هي بيسموها سنو بول، اللي هي بكرة التلج او كرة التلج دي، لما بتنزل من الجبل بتكبر بشكل رهيب في النزول، لانها بتلم كمية تلج معاها كبيرة كل ما هي بتنحدر. هو ده حال الاسلام الان. ناس كتير لا 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 يمكن، ده الاسلام، ده الرسول، مش هتحصل، انتم في غيبوبة. عفوا، استيقظوا وروحوا شوفوا البثوث دي، لو عندكم تيك توك شوفوا الناس دي بتقول ايه، حاولوا حاولوا، بودي انكم تنجحوا، لكن مش هيحصل. نشكركم ونحب نسمع منكم.